والله 100%. حتى ترنجات جابوهن، كل إشي جابوه، كل حاجة، ما خلونا نشتري أي حاجة، حتى إحنا نطلعش برا المستشفى يعني. أي والله يعني بشكر الشعب المصري وبشكر الأطباء وبشكر الرئيس السيسي، الحمد لله ما خلونا نحتاج أي إشي للأمان يعني، حرام شالونا شيل، ما خلونا نحتاج أي إشي من برا، حتى لما نروح نشتري ولا إشي هم اللي يعني يجيبونا اللي بدنا إياه. يعني بنشكر الشعب المصري والأطباء والممرضين والرئيس السيسي اللي استقبلنا يعني في بلده، بشكرهم انهم ما قصروش معي، شكرا.